ودي وصية للبنات، البيت لازم تبقى عفيفة وما تبقى رخيصة، أوعى تبقى رخيصة، وكل ما بقت رخيصة بتتورط. وأنا متأكد الخلطك ده وقال له هذا ومعاك ده، بعدين لما تتخرجوا تقول له اسمع عرس البيت دي، يقول لك منو انت بتلعب ولا شنو، يقول لك انت زول فارة ولا شنو، ده كان زمن ساكت بتاع شباب، لكن هسه انا بقيت مولانا، ويقوم يجيب له سبحة. استغفر الله، انت زول مجرم يا كلب، لعبت بأعراض الناس. فبغشك سايد ورطك، وبعد ذاك تبقي في جريدة حكايات وقلب الشارع، وتمشي تكتبي للصفحة بتاعت غدوني للنور، كان معي واحد أفتاني أنه سيحبني، وكل ما لاقاني قال لي قلبي فرفر والشمس خدرت والنجوم بالليل ما ظهرت إلى آخر، وقد وعدني بأنه سوف يتزوجني وفك لي مكانات وغشاني وقطعنا النجايل فهمتها، ومشينا مسافات بعيدة بالكرعين وخلينا المواصلات إلى آخر. وبعد ذاك لما مشى الحلة أمه قالت لي وأنا مرجياك بتعمك، يقول لها حاجة طبعا على مستوى البيت والرأي الآخر، وبما أنه انبسغت وأنا كطالب جامعي وأرى أنه المرحلة الغادمة، أمه تقول يا زولوي اتلفظ يا ولد، بتعمك دي بس عيبة لي، يقول لها حاجة لكن ما ممكن الدوغمائية دي، هذه ثنائية التفكير القطعي، لابد يكون في رأي وراي آخر. أمه تقول لها واتهوي بس بتعمك دي عيبة لي، طوالي عملوا لي نظام زي قدح كفرن سيستم يغطي قدح وطوالي. بعد ذاك يكتب للمسكينة دي، يقول لها طبعا تلك الحاجة الدغمية التي ما سمعت كلامي وما عبرت مشاعري وما انبسغت مع حاسيسي وهو إلى آخر، وغدا عرست بتعمي وأعتذر لك إلى آخر. ديك ديك بعد ذاك بتبقى في البلاوي دي، تقول لها طبعا والله يعني تمسك الجواب والزول ده كان واعدني، وتقعد تتبكى فهمتها. تجيها واحدة صاحبتها تقول لها طبعا يا أخي أنت عندك مشكلة مشاعرية، ورسل لي بنت وهب في جريدة قلب الشارع. ديك تقول لها من المعذبة ألف نونها، أنت ترخيص الجزيرة ولا شنو؟ تقول لها من المعذبة ألف نونها، وكان في واحد غشيني وقال لي بعرسك و والأخت بنت وهب قودوني إلى النور. الأخت بنت وهب تقول لها هذه التجربة الأولى وعليك بالتجربة الثانية، بدل تغود إلى النور تغود إلى الظلام، فهمت؟ لعب ساكت. والله يا أخ أعجب موقف، والله أنا الموقف ده حيرني. واحد دكتور قرب يتخرج قبل 3 سنة، بس يكون يتخرج من جامعة أفريقيا، كان شغال في الجديد ده اسمه شنو؟ في الصحافة ده الحوادث بتاعت الصحافة، إبراهيم مالك. قال لي أغرب مشهد جانا نحن، الجماعة بيخلطوا تحت كوبري الفتيحاب، مشوا من الصباح، البت اللي قالها بسلاع عباية مرقت من البيت ماشي الجامعة ادوها القروش، حصلت الحافلة، ايوه يا فلان انت وين؟ انا في النفق. تنزل النفق، تبقى قلت ماشي الجامعة، لا دي ماشي النفق، بعد ذاك الله كريم. المهم تلقاهم قاعدين للعصريات ولغاية ما الواطة تظلم، بيجوا ناس الشرطة يجوا يشوفوا الحاصل شنو، يمكن يلقوا ولد مجدوع ولا حاجة، والله ما معروف يعني، في ولد وبيت وفي شيطان، حيكون في شنو يعني؟ في 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 بيقروا في سورة الفاتحة ولا بيحفظوا في سورة النحل ولا فسروا في سورة النبأ، ما زينا يعني حيكون شنو؟ نحن اصلا بنتكلم معك بالواضع عديل كده، ما بنلعب معك، فهمت؟ ده ناس الشرطة جو ماشيين جنب المغرب أو قبل المغرب ببسيط، لقوا واحدين في حالة بتاع الزنا وحصل لهم تشنج، الله يكرمك ما قادرين يتفكوا من بعض. جو ناس الشرطة ستروهم، جابوا لهم ملاية لفهم ورفعهم، قال لي والله مدخلينهم في المستشفى، الناس خجلانين لهم، المستشفى دي كلها مدنقرة، لغاية ما ادوهم حقنة منشطة حتى بعد ذاك الله ستر. يا ناس أسي في داعي ليه ده؟ أنت ما ممكن ربنا يقبض روحك وأنت بتسوي في البلاوي دي، عشان كده أنت ما تعتقد ما تعتقد أنك بتفوت ربنا أو بتخادع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ما تفتكر أنك تفوت أو تخدع الله، ولذلك تكون إنسان عفيف ومستور. فاجتمع في يوسف عليه السلام من أسباب المعصية هذه الأسباب الكثيرة، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ربنا سبحانه وتعالى رفعه وبقاه هو الملك يوسف عليه السلام بعد سنين. عشان كده أخواننا صلي عقيدتك وحالك مع الله، كما في حديث ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله، الله بيحفظك، احفظ الله
تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدي نحن وصيتنا للناس، ما دارين من الناس انتخابات ولا دارين تشجيع ولا غيره، نحن دارين الناس يعني يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا هذه الأمور، وإنه يكون أي واحد فينا يا أخواننا، أي واحد فينا يكون هو أداء لأن يصلح مجتمعه وأسرته، ولأن ينشئ أسرة صحيحة تنهض بها الأمة. بالطريقة دي نحن ما بننهض إلا إذا رجعنا إلى الدين، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الحق والخير، جزاكم الله خير. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.